هنبقى مع أخبار ليها علاقة بالاقتصاد. النهاردة البنك المركزي المصري أعلن عن ارتفاع صافي الاحتياطات الدولية ليصل إلى أكثر من 46 مليون دولار أمريكي نهاية مايو أربعة عفوا الرقم تحديدا هو 46 مليار دولار أمريكي بنهاية مايو 24، يعني اللي خلص من 4 أيام. ده أعلن البنك تسجيل صافي الاحتياطات الأجنبية 41 مليار دولار بنهاية إبريل 24، مقارنة ب 40.36 مليار نهاية مارس 24، يعني ارتفاع حوالي 700 مليون دولار. بينضم إلينا هاتفيا دكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاستراتيجية. مساء الخير يا دكتور. مساء النور يا فندم، واهلا بحضرتك واهلا بالساده المشاهدين. اهلا بحضرتك. يعني لما نسمع كده الاعلان عن زياده في الاحتياط النقدي، ده معناه ايه للمواطن العادي؟ نفهم ايه من التعبير الاقتصادي ده؟ هو اولا الاحتياط النقدي في اي دوله بيتم استخدامه لسد احتياجات الدوله، وبيبقى نقول عنوان للثقه في الاقتصاد المصري او في اي اقتصاد لاي دوله. يكون عندها حجم من الاحتياطي، كلما زاد هذا الاحتياطي معناه ان هناك ثقه في هذا الاقتصاد، وده بيمثل احد اهم المؤشرات او العوامل اللي بتستند اليها التصنيف الائتماني من المؤسسات الدوليه العالميه، وايضا من المؤسسات اللي هي بيطلق عليها شركاء النجاح زي البنك الدولي، زي المؤسسات العالميه اللي بتبقى فيها مشروعات مشتركه. النقطه الثانيه، الاحتياطي بيبقى وسيله لانه يخفف الصدمات الخارجيه. لو حصل لا قدر الله اي صدمات خارجيه، كلنا شفنا ما حدث في 2020 و2021 واللي وحاليا، يعني احنا عندنا الحرب على غزه وعندنا المشاكل في البحر الاحمر مأثر على قناه السويس. بالضبط، المشاكل الاقليميه، الحرب الروسيه الاوكرانيه من قبلها، كان الاحتياطي احد اهم يعني الدفوع اللي موجوده لدى الدوله المصريه، او يعني الدفاع، خط الدفاع الاول اللي بيستوفي مع الدوله المصريه احتياجاتها الخارجيه. فبالتالي انا النهارده بعتمد عليه انه يقدر يسدد له هذا الرقم، النهارده يقدر استند اليه انه يسدد لي 8 شهور من احتياجاتي الاستيراديه من فاتوره الاستيراد الخارجيه المصريه، وده رقم كبير جدا بالنسبه للاحتياطيات. النقطه الثانيه، بيدي عامل ثقه في الاقتصاد المصري ايضا، وده مهم جدا، انه بيقوي العمله المحليه مقابل العمله الاجنبيه، بيبقى هو يعني ساند العمله المحليه مقابل الجنيه المصري مقابل العملات الاجنبيه بشكل كبير. وبالتالي كلما زاد الاحتياطي، احنا النهارده بنتكلم اولا الاحتياطي خلال ال 60 يوم الماضيه فقط بنتحدث عن زياده اكثر من 11 مليار دولار. وهذه الزياده تعتبر اكبر زياده تمت في الاحتياطي او تحرك في الاحتياطي بهذا الشكل خلال. طب ايه ابرز روافدها يا دكتور عشان نبقى فاهمين اكتر؟ طبعا هو صفقه راس الصفقه الاستثماريه او الشراكه الاستثماريه الخاصه براس الحكمه، كان طبعا احد اهم الاسباب لزياده الاحتياطي النقدي. مصر دخل لها 24 مليار دولار نقدا، وايضا التنازل عن ودائع اماراتيه بما قيمته 11 مليار دولار، فالصفقه الاجماليه 35 مليار. طبعا دي كانت احد اهم العوامل. ايضا عندي عامل مهم جدا، ان النهارده مع الغاء السوق السوداء او السوق الموازيه للدولار، بدات التحويلات للعاملين المصريين بالخارج بدات تزيد. الاستثمارات غير المباشره الاجنبيه في اذون وسندات الخزانه وفي البورصه المصريه بدات تزيد بشكل كبير، وبالتالي كل ده عمل لي نوع من انواع المصادر الدولاريه اللي خلت البنك المركزي بسياساته النقديه انه يتحوط ويحتفظ به ما يزيد عن 11 مليار، كانوا 5 مليار في شهر مارس و5 مليار او 5.5 في شهر ابريل، وبالتالي زادت الاحتياطات النقديه بشكل كبير ووصلت الحمد لله تجاوزت ال 46. وعلى فكره ان مؤسسه فيتش العالميه، ودي اكبر المؤسسات الدوليه، كانت تنبأت ان الاحتياطي النقدي المصري هيتجاوز ال 51 مليار خلال عام 2024. فباذن الله نتوقع ان يكون هناك زيادات ثانيه للاحتياطي النقدي المصري خلال عام 24 باذن الله. اشكرك شكرا جزيلا. شكرا. دكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهره للدراسات الاستراتيجيه.